كابتن سمير عثمان، اخذ معك حالات التحكيميه لمباراه الاهلي والفيصلي، تفضل كابتن. ادار المباراه النهارده الحكم الدولي خالد التريس. خالد التريس السنه اللي فاتت لعب 16 ماتش، في خلال ال 16 ماتش احتسب 11 ركله جزاء. الارقام الحلوه لخالد وغريبه، السنه اللي فاتت لعب 3 ماتشات للاهلي و3 ماتشات برده للفيصلي. المهم نروح النهارده الحالات، وكان معاك طاقم حكام ممتاز فيصل القحطاني وعمر الجمل. عندنا اول حاله في بدايه المباراه وحاله اختبار سريع جدا كان في الدقيقه 3. ايه اللي حصل في الدقيقه 3؟ هتلاقي في صدام مهاجم فريق مهاجم الفيصلي مع العويس حارس مرمى النادي الاهلي. كان خالد توريس مركز جدا في الكره دي، وهنا فعلا هتلاقي العويس لمس الكره الاول، لمس الكره الاول، بعد كده حصل الصدام من المهاجم. كان قرار سليم من خالد توريس ان طبعا مفيش خطا على العويس حارس المرمى، لان هو رايح يجيب كورته ولمس الكره في الاول زي ما احنا شايفينها، وكان قرار سليم احتساب ركله حره مباشره لصالح العويس حارس مرمى النادي الاهلي. دي كانت عندنا الحاله الاولى. عندنا الحاله الثانيه، حاله مهمه جدا في المباراه، كان في الدقيقه 50 مطالبه الاهلي لركله جزاء. النادي الاهلي كان عاوز ركله جزاء بسبب ان الكره جت في ايد رافائيل. هنشوف الكره جت في ايد رافائيل ولا لا. اما احنا بنتفرج دلوقتي هتلاقي فعلا الكره جت في ايد رافائيل، بس ايديه ملاصقه لجسمه، يعني مش مكبره لجسمه، وكان قرار ممتاز من خالد. ليه بقى؟ خالد شايف ايه؟ جايه في الايد ملاصقه لجسمه، كان قرار ممتاز لخالد باستمرار اللعب، وكان قريب حتى حكم الفار ما ندعوش، عشان ده حكم كوره النهارده فاهم قانون كره القدم. عندنا الحاله الثالثه كان في الدقيقه 52 ومطالبه الدوسري لاعب نادي الفيصلي لركله جزاء، وفعلا هتلاقي الدوسري وهو بيجري، بس ده زي ما احنا شايفين الصوره ده اصطدام عادي جدا والتحام طبيعي بين مهاجم ومدافع، وكان خالد قريب جدا من الكره دي، امر باستمرار اللعب، حتى بتشوف بايديه الشمال بيقول لك العب، برافو يا خالد، حتى هنا ما اداش تحايل وادى انذار، ده اصطدام طبيعي جدا بين مهاجم ومدافع، ما فيش اي اعاقه، ما فيش اي خطا من مدافع النادي الاهلي. دي كانت عندنا الحاله الثالثه. عندنا الحاله الرابعه مهمه جدا، هي حاله المباراه، حاله المباراه اللي هو فريق الفيصلي احرز هدف، بس قبل احراز الهدف هنفاجئ ان عمر الجمل مساعد الحكم رقم 2 بيشير التسلل. طب اما نبص مع بعض فين التسلل ده، هتلاقي فعلا لحظه لعب الكره قبل الكره دي، قبل الكره دي احنا هنشوفها هتلاقي فيه تسلل. وهنا على فكره مفيش هدف تم الغائه، عشان اصلا الرايه اترفعت بدري. برافو على عمر الجمل اللي احنا شايفينه على الشاشه، مساعد ممتاز. شوف لحظه لعب الكره، لعبه صعبه جدا، صعبة جدا ودقيقة جدا، برغم التعديلات الاتحاد الدولي اللي جت قالت ان الاذرع بتاعت اللاعبين وبما فيهم حارس المرمى مش ما تخشش من ضمن التسلل، داخلة من ضمن التسلل، انما دي فين؟ مسابق بكتفه، شايف كتفه اللي فوق ده هو اللي مسابق، لعبة دقيقة جدا، برافو برافو على عمر جمل، واكد طبعا محمد الحربي اللي هو كان النهارده على تقنية الفار، وفعلا الكرة دي تسلل ولا يوجد هدف لصالح الفيصلي انه اتلغى. عندنا الحاله الخامسه كانت في الدقيقه 83 وتحركات خالد التريس النهارده عنده ثبات انفعالي غير عادي، برغم وجود جمهور في الملعب وفي ضغط جماهيري عالي جدا، انما النهارده عنده ثبات انفعالي وعنده بادي لانجوج ممتازه. نشوف الحاله الخامسه في الدقيقه 83، احتساب خطا مهم جدا على حدود منطقه جزاء نادي الفيصلي وانذار. طبعا للانذار ده طبعا ده لسببين، اول حاجه التهور وافساد هجمه واعده. طبعا كان قرار ممتاز، لما الكاميرا تشوف هتلاقي فتحه كادر على خالد، كان قرار سليم من خالد توريس. عندنا اخر حاله في المباراه كانت في الدقيقه 87، نشوفها سريعا، هتلاقي النادي الاهلي بيطالب بركله جزاء على اساس ان الكره اصطدمت بايد احد مدافعي نادي الفيصلي. بس لما نشوف الكره دلوقتي على الشاشه زي ما ظهرت دلوقتي هتلاقي ان الكره اصلا نازله على رجله، نازله على رجله، حتى لو نزلت على ايده، ايده برده ملاصقه للجسم، شايف هي نازله على فخذه رجله اليمين. طبعا قرار ممتاز من خالد، قرار ممتاز من خالد ان مفيش ركله جزاء، وكان استمرار اللعب هو القرار السليم. وطبعا انا شايف بصراحه خالد التوريس عنده ثبات انفعالي، البادي لانجوج بتاعته عاليه جدا. خالد التوريس يعتبر هو معاه ثلاث حكام، خالد الصلوي ورائد الزهراني، اللي هم الوحيدين الثلاثه اللي لعبوا لكل انديه الدوري السعودي السنه اللي فاتت. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الاهلي والفيصلي، الاداره خالد التوريس. يعطيك العافيه.